مرحبا طلابي الحلوين، كيفكم اليوم؟ بتمنى يكون حليتوا الوظيفة. أنا متأكدة إنكم حليتوها إن شاء الله. هلا رح نحلها مع بعضنا. الأمثلة المتشابهة رح نحل مثال واحد إن أنتوا ذاتا بتكونوا حالين، لكن لتأكيد المعلومة باشرة. يلا شالو شالو. Birinci soru: aşağıda verilen altı basamaklı sayıların konuşu ve yazılışları ile ilgili eksik verilen belgeleri tamamlayınız. Bundan anlamakın farkı min nahiyet al-kıra'a vel-kitabi. Sayılar, okunuşları. Şimdi bir sayı vardı. Tane rakam, tane adet. 137.367. 137.367. يعني عاطيني هلا العدد والكتابة. 137.367. هلا أنا عندي هذا العدد، رح أقرأه بعدين أكتبه، بس ما رح أكتب هذا العدد، هذا أنتم بدكم تكونوا كاتبينه. تمام أركدشلار؟ أقيلم 211.144. تمام مي؟ 211.144. نحن نكتب هلا. بس رح تكون كتابتنا شوي بطيئة. 211.144. إذت هيك شو بيكون خلصناك وخلصنا مجموعة الآلاف. إكيوز اون بير بين. هلا يوز يوز كرك دورت. يوز كرك دورت. يوز كرك دورت. دورت burada yazalım. Bitirdik. 211.144. Tamam mı arkadaşlar؟ بعتذر عن الخط، ولكن يعني ما فيني نكتب بطريقة أفضل من هيك. نرجع ونعيد قراءة العدد. إكيوز أون بير بين يوز كرك دورت. تمام ميز أركدشلار؟ قلت هذا العدد ما رح أكتبه، أنتو بكون كاتبينه. هلا رح أكتب هذا العدد كتابة، رح نقرأ شو عاطيني. يوز يدي بين إكيوز أون سيكيز. يوز يدي بين يوز يدي بين اكي يوز اون سيكيز. يوز يدي ها ايه، هون لازم انا اكتب واحد اول شيء، ما اعطيني عشرات، ما طب حط صفر. عشرات الالاف يدي حط سبعة. بين خلصت مجموعة الالاف. يوز يدي بين اكي يوز اون سيكيز يعني بكتب واحد ثماني. لا بثاني باردون. واحد ثماني هيك بكون كتبت العدد اللي عطيني اياه. يوز يدي بين اكي يوز اون سيكيز، هي للالاف وهي لل
أحد مجموعة الأحاد مجموعة الآلاف. يوز يدي بين إكي يوز أون سيكيز. تمام نزار كدشنا بصورو سيز يزاجك سنز تحتو هذا السؤال. بما أنه كمان رح تكتبوا هذا السؤال اللي تحته، يعني أنا بكون حليت هذا المثال وهذا المثال، فأنا حليت اثنين وأنتوا بتحلوا اثنين حتى نكون متعادلين. تمام نزار كدشلار، يعني أنتوا أصلا شاطرين وحالين وظيفي. رح نروح هلا على السؤال اللي بعده. İkinci soru. Aşağıdaki çocukların akıllarına lakılan soruları yanıtlarına yardımcı olunuz. Yani bilunna انه احنا بيجي اسئله على عقل الاطفال فاحنا نساعدهم باجوبته. 483.890 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Ha, bilunna اذا جانا قرأنا الرقم او تكرار اذان رقمların basamak değerleri yani قيمه منازل الرقم بدون مجموعه. ها nelerdir بهذا العدد؟ بعتذر أصدقائي مرأت السؤال بعده فورا. بيقولوا إن هن يعني هذا السؤال طفولة كتير. ليه؟ يعني أنتوا أطفال حلوين، لأن هي عم بتقلنا بدنا مجموع القيم المكانية للأرقام بعد ما نرجع نقرأها أطفال. فنحن بنعرف عادة إنه وقت بنرجع بنجمع القيم المكانية للأرقام يطلع معنا العدد نفسه. دين ما أكدش لار. هلا أنتوا إذا بتحبوا نتأكد من حلو، بس أنتوا بتوقع بتعرفوا هذا السؤال حالين عليه كتير، لأن القيم المكانية هي عبارة عن الآحاد تضرب بواحد، العشرة تضرب بعشرة، المئات تضرب بمئة، الآلاف تضرب بألف، عشرات الألوف تضرب بعشرة آلاف، ومئات الألوف تضرب بمئة ألف. تمام ما أكدش لار. لذلك هذا السؤال ما رح نحله، رح نحل السؤال اللي بعده. الجزء الثاني من السؤال هو 3582 sayısının basamak isimleri nelerdir? Bu sayı abakus üzerinde nasıl gösterilir? Ha, بيقولولنا شو هي اسماء منازل هذا العدد وانه نمثل هذا العدد على العداد. هذا السؤال رح نحله هلا. اول شيء عندنا اول شيء البير لار، اي يعني الاحاد. البير لار الاحاد، باردون، عندنا اول شيء الاحاد البير لار، نكتب البير لار. البير لار عطينا اياها اثنين، فبنمثل نحن هون بنقول مثلا دائرتين فلنفترض. هلا العشرات الاون بين لار، الاون لار باردون، الاون لار، الاون لار كيف رح نمثلها؟ الاون لار 8 ديل ما رح نرسم هون 8 دوائر. بير 2 باردون 4 5 6 7. تمام هلا عنا اليوزلار. مين بيقول لي شو هي منزلة اليوزلار؟ Evet, aferin size. 5 yüzler, yani yüzler basamağı menzilet elmiat. Yüzler basamağı 5'tir. 5 daire çizeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi
ليه يا زجاج؟ البيلار بصمة إيفيت منزلة الآلاف. البيلار بصمة. تمام، البيلار بصمة منزلة الآلاف. أعطيني إياها. تورت بير إكي أوتش دورت. شمدي ني يا زجاج؟ شمدي اون بيلار. شمدي اون بيلار شو يعني؟ يعني عشرات الالوف. اون بيلار يعني عشرات الالوف. عشرات الألوف، أعطيني إياها صفر فأنا ما برسم ولا دائرة. هلا ضيفتنا الجديدة اللي كانت اللي هي يوز بيلار، أي يعني مئات الألوف. رح نكتب شوي هون على جنب مشان توسع معنا الكلمة. يوز بيلار. يوز بين لار أي يعني مئات الألوف. مئات الألوف بماذا تضرب يا أطفال؟ بمئة ألف. إيفت عفار مسيزي يوز بين. أعطيني إياها ثلاثة فأنا برسم هون ثلاث دوائر. بير إكي وش. طبعا دوائركم أحلى من دوائري. هيك بيكون وصلنا للرقم المطلوب منا. العدد هو اللي اوتش يوز دورت بين بيش يوز سكسان اكي 304582. هيك بيكون خلصنا حل السؤال الاول. رح ننتقل على السؤال الثالث. السؤال الثالث شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي انه نحن على حسب هاي الارقام اللي معنا بدنا نحل الجمل. اول جمله بتقول لي توم رقم لارلا اولوش قبل اولوش قبل جيك التي بصمك لو ان بيك دوال ساي كاشتر. اذا بدي انشي اكبر عدد طبيعي من هاي الارقام الموجوده من ست منازل، ها فانا اول شيء لازم كبر مئات الالوف. لانشي اكبر رقم لازم كبر مئات الالوف مع تباخد السبعه. قول يدي يوز، بكتب هون يدي، بعدين باخد مين؟ باخد بيش. يدي يوز بيش، نحذف البيش. هلا دين باخو الدورت، فبصير انا هلا كتبت مجموعة الآلاف. يدي يوز اللي دورت بين. يدي يوز اللي دورت بين. شمدي نيكالد اكي بير صفر، فبكتب هوني اكي يوز اون. تمام اركادشلار، هيك بكون انا كتبت اكبر رقم مؤلف من ست منازل من ناحية الارقام الموجودة معي اللي هو يدي يوز اللي دورت بين اكي يوز اون. فانا عندي ملاحظة هون، قد يكتب اكبر عدد فانا بكبر اكبر منزل فيه. لأكبر منزل فيه عندي شو هي؟ هي مئات الالوف، فانا بكبر مئات الالوف بعطيه اكبر رقم عندي يعني. تمام، وهيك بنكمل. هلا بيقول لي تم رقم لارلا ولوش قبل جيك التي بصمك لو ان كتشوك دوال ساي كاشتر. بده اصغر رقم طبيعي مؤلف من ست منازل. تمام، هلا اذا نكتب اصغر رقم طبيعي شلون بكتبه؟ نكتبه بهي الطريقة. طبعا ما لاحظت صفر بالاول لان الصفر على اليسار ليس له قيمة. رح اكتب اول شيء واحد بير صفر اكي بير صفر اكي. تمام، دورت بيش يدي. فانا هون بكون حصلت على اصغر رقم من ست منازل اللي هو يوز اكي بين دورت يوز اللي يدي. ليش انا هون صغرت منزلة الآلاف؟ صغرت مجموعة الآلاف، عطيت لمئات الألوف أصغر رقم ممكن أعطيها يا اللي هو الواحد.
رتبت الأرقام بحيث يكون عنده أصغر رقم. تمام أركادشلار؟ هلأ عم بيقولولي أصلاً giderse kalan rakamlarla yazabilecek en büyük doğal sayı kaç olur. عم بيقولولنا إذا راح الأصلان، أصلان يعني أسد، لنشوف مين هو الأصلان. مين برأيكم يكون الأصلان؟ هاد عجب ولا هاد ولا هاد؟ أنا برأيي هاد الأصلان، يعني مبين عليه هاد هو الأصلان. إذا نحنا حذفنا الأصلان مثل ما طلبوا منا، بدنا يعني نكتب أكبر عدد طبيعي. عم بيقولون أصلاً قدر سكالان رقملار لا يزابيليجيك إن بيك دوغل صاي، أكبر عدد ممكن نكتبه إذا حذفنا الأسد. حذفنا الأسد، نحن هلأ لح نكتب أكبر رقم ممكن نكتبه بهالأرقام اللي عنا ياها. حذفنا الخمسه إنا لان هي الاصلان، كذلك الامر طلاب. هلا رح نكتب رقم مؤلف من خمس منازل، رح نكتب يدي دورت. حذفنا اليدي، حذفنا الدورت، اكي بير صفر، يعني يتمش دورت بير. فبصير انا عندي العدد المشكل جد هو يتمش دورت بين اكيوز اون، عدد طبيعي مؤلف من خمسة منازل، هذا اكبر عدد ممكن نكتبه اذا حذفنا الاصلان اي يعني الاسد. هلا عم بيقولولنا اي بثاني، عم بيقولولنا اي في كوربا giderse kalan rakamlarla yazabilecek en küçük doğal sayı kaç olur. هذا السؤال ما راح حله، لكن راح لكم شو المطلوب. عم بيقولوا لنا اي في كوربا، يعني اذا انحذفوا النحلي، عفوا الدب، اذا انحذف الدب والكوربا يعني الزلحفي، اذا انحذف الاي وال اذا انحذف الدب والسلحفي، شو هو اصغر عدد طبيعي ممكن نكتبه؟ هذا انتو كاتبين وزاتان. هلا رح ننتقل على السؤال اللي بعده. دوردنجو صورو برلار بلوندي، قسم الاحاد يوز اللي دورت برلار بلوندي التو يوز كركسيكيز اولان. ها altı basamaklı sayıyı aşağıdaki kutuya yazınız. Ha, hani عطيني مجموعة الآحاد وعطيني مجموعة الآلاف. هلا احنا كيف بنرتب؟ كنا بالعادي بنحط أول شيء آلاف بعدين آحاد، يعني أنا هيك بكتب الرقم 6 دورت 8 بير 5 دورت، يعني بصير عندي 648 بين يوز اللي دورت. هيك نحن لازم نرتب العدد الصحيح. اول شيء بنبلش من جهة اليسار كتابة، اول شيء مجموعة الالاف بعدين مجموعة الاحاد. تمام. الشاضة فيرلان دوال سايلارن بلو ليرندكي رقملارو يزنوز. ها بدون نكتب اسم المنزلي، يعني بدنا نكتب أسماء المنازل أو بمعنى نكتب رقم الموجود بقلب هاي المجموعة، مثلا بالبيلار بلو يعني مجموعة الآلاف. شو عندي مجموع هون موجود بمجموعة الآلاف؟ هو 8 فقط. ما يعني نحن أنا ناخد كل 3 أعداد مع بعضها، هاي مجموعة الآحاد، هاي مجموعة الآلاف. فأنا بكتب هون سيكيز، مجموعة الآحاد بكتب دورت أوتش إكي، هاي هي الآحاد عشرات مئات. تمام. هلا رح نحل هاد وهاد، السؤال الأخير رح يكون انتو حالينه. تمام. بالبيلار بلغو من أوجد الثلاثة والستة، اي البيلار بصمغ في الأون بيلار بصمغ. بالبيلار بلغو مجموعة الآحاد من أوجد بيش ألت دورت.
هلأ بهذا السؤال اللي هو من 6 منازل ألط بصمقلي بالبيلار بلغو من أوجد بيلار بصمقلي أم بيلار بصمقلي في يوز بيلار بصمقلي تمام. هون من أوجد بيلار أونلار يوز لار. سؤال أخير رح يكون أنتو حاليونو تتأكدوا من معلوماتكم تمام، إنه كتير مهم هذا البحث. altıncı soru. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Bundan hemle el feragat. Sayısının 10.000'ler basamağında. Ha, fenni atini hada el adad. Bidun bil menzilet el alaf. Şu huve el adad el mevcud 10.000'ler basamağında. Şu huve el adad el mevcud bil 10.000'ler. Min lahi ille. Huve دورت. evet aferin size. نكتب هون 4. هلا سايستنن يوزلار بصمانده مين بده؟ بده اليوزلار. مين بيقول لي مين هي اليوزلار بهذا الراء عدد؟ evet اوتش aferin size. هاي السؤال اللي ضلوا انتو حتكونوا مكملين، لاني انا لحل فقط يعني اذا كان في عنا مثلا 4 اسئلة 2 متشابهين انتو بتكملوا الاسئلة المتشابهة تمام اركادشلارم، لاني انتو ذاتا شاطرين ديل مي. 7. soru aşağıdaki boşluklara çözümlemesi verilen sayıları yazınız. شو بدون؟ بدون نكتب بالفراغات. اذا جمعنا هي المنازل او بمعنى هون مثلا انا عطيني دورت بينلك 5 يوزلك 2 بيرلك 6 أونلوك، يعني عاطيني 4500 و2 آحاد و6 عشرات. فأنا إذا جمعتهم أول شيء بدي أحط المئات، عفوا الآلاف ديلم، بعدين بدي أحط المئات، بعدين العشرات، بعدين الآحاد، فبصير عندي دورت بين بيش يوز ألتمش إكي تمام أركادشلار. لكن هون احنا بننتبه على شغله انه حاطط لي اول شيء الاحاد بعدين حاطط لي العشرات، انا هون بجوز هذا مشان يخربطني فلذلك بنتبه انا بحط اول شيء العشرات بعدين الاحاد تمام. هلا عنا دورت اونلوك بير يوزلوك بيش اون بينلك يدي بيرلك. ها اول شيء مين حنحط عنا الاون بينلك؟ لازم نكتب الاون بينلك اول شيء عشرات الالوف اللي هي 5 نشطب عليها، بعدين مين عندي؟ عندي اليوز لوك والبير لك والاون لك، معناتها محذوف عندي الالاف فبحط بداله 0، بعدين بكتب بير يعني اليوز لوك، بعدين بكتب دورت اللي هي الاون لوك العشرات، بعدين بكتب يدي هي الاحد، فبصير عندي اللي بين يوز ترك يدي. هذا السؤال رح يكون تثبيت لمعلوماتكم، حتكونوا انتم تحلوا بايدكم، اذا كان عندكم اي مشكله فيكم تسالونا. سكنجي سورو الشاغدا فيريلان بالقلاردكي سايلاري تشوزملميليري الي اليشتريليريك هارفليري كوتولارا يازونوز. ها نصل يعني، يعني هون مثل طريقه التوصيل اللي احنا نشتغل، عم بيقول لي هاي الاعداد هي تفصيل لهاد الشرح، يعني انا بضرب بواحد وبضرب بعشرة وبمئة وهكذا، ولكن بشكل مفصل. اذا انا جمعت هون رح يطلع معي عدد موجود بهاي الجهه، ولكن يعني هذا العدد ما بيعبر عن هذا العدد لاني حاطه اياهم بشكل مخربط، انا بدي اوصل بيناتهم تمام اركادشلار. مثلا دوكوز يوز بين هاي 9000، 60 بين، 5 بين، وتشوز يرمي بير. اذا جمعتهم مع بعضهم انا هدول مين بيعبر لي عن اي عدد برايكم؟ هذه كيم جيفا فيريجيك، مين رح يجاوبني؟ بو بودين بو 62 بين، اكيوز وتوز الت بو م بو ديل بو افت افارم سيزي. فانا بكتب هون 1 نقطة، يعني لعند هذا العدد هو اللي بيعبر لي عن هذا العدد تمام. هلا
انتو رح تحلوا باقي الأسئلة بتكون انتو أصلا حالينا، ولكن طريقة الحل هاي هي مثل ما حكينا انه فقط توصلوا الرقم المعبر عنه للجهة اللي بتساوي. هيك بكون خلصنا الألطبة سمكلود والصايلار. بتمنى يكون استفدتوا. إذا كان لسه في أي إشارة استفهام أو أي سؤال عن هذا البحث فيكم تكتبوا لنا بالتعليقات، نحن إن شاء الله رح نجاوب عليكم. إن شاء الله الدرس الجاي رح نبدأ بدرس جديد. هذه كيندي نزيه يبقى كن جروش.